حياكم الله. أخت الأستاذ أم فيصل الله يبارك فيك ويصلح حالك ويصلح أمرك، في موضوعها يحتاج عدة رسائل. الرسالة الأولى، أولا لكل زوج وكل أب، إذا وقع لا قدر الله طلاق أو فراق، فلا تجعلون الأولاد أداة للمخاصمات والمشاكل والنزاعات مهما قد بلغت الأمور. فالله جل وعلا قال لما قال تسريح بإحسان ليس فيه إيذاء لا من قريب ولا من بعيد. الأمر الآخر، رسالتي للزوجة، أختي الكريمة، إذا وقعت لك لا قدر الله مشكلة فلا توسعين دائرة المشاكل والمخاصمات والمنازعات، وهذه رواسب نقل المشاكل والخلافات من فترات طويلة، فولدت احتقانات عند الأبناء أو يعني حالتهم أو أمورهم. فلذلك ينبغي التعامل بحكمة مع الموضوع وعدم التدخلات وغير ذلك من الأشياء قدر المستطاع. الرسالة الثالثة للأبناء، اتقوا الله عز وجل. أيها الأبناء عموما، إذا وقع لا قدر الله طلاق بين والديكم فحاولوا أن تكونون حكماء، لا تقدمون طرف على طرف، فهذا أب وهذه أم، فكونوا أنتم عادلين، والله جل وعلا سوف يأمركم ببرهما، سواء كانوا أحياء أو أمواتا، سواء كانوا لا يزالون في عقد الزوجية أو سواء كانوا على غير ذلك. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، ذكر أنك مطلوب منك الإحسان، سواء كانوا هم أحياء أموات مع بعض أو غير مع بعض، أنت مطلوب منك أن تحسن. الأمر الآخر، أما تتقون الله، أي إلى أي درجة وصلت المشكلة أن تقطعون من عيد، من تواصل، من نفقة، من عطاء، من زيارة، من تفقد، من مراعاة مرض، إلى غير ذلك من الأشياء. إذا كان وإن جاهدك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما، قال وصاحبهما في الدنيا معروفة. طيب نأخذ أم ماجد ونعود إليكم، تفضل يا أم ماجد. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله معليش يا دكتور، أنا عكس الحلقة، أنا يعني أولادي يعني على قولهم ضدي مع أبوهم، بعد دائما يثنون على أبوهم، يمدحون أبوهم، يشوفون أبوهم هو الصح أنا الخطأ، بأسباب يعني بسبب يمكن أن أبوهم متساهل معهم مرة، يعني مثلا درسوا ما درسوا ما عليه، ناموا صحيوا قاعدين على السوني طول اليوم، أنا دائما ناموا افحوا صلوا كلوا تروشوا زي كذا صراحة. يعني أنت دائما أنت الحريصة أكثر. أيوة، تحس أنهم مالوا لأبوهم حتى في الحب في العطاء في كله. هذا النقطة الأولى. النقطة الثانية، يعني مثلا والدهم لاحظت أنه يقول لهم القصص اللي آلمته في حياته، أن الناس اللي آلموا القصص اللي آلمته متعاطفين معه مرة. نتيجة يعني واحد منهم يعني قبل أسبوع يقول لي قصة واحد من أقارب أبوه، أنه سوف أبوه كذا كذا كذا، قلت لو الموضوع غلط، مو زي كذا الموضوع، أن أبوك يعني يغار من هذا الرجل كمال كمركز كعائلة، وهذه عادي في بعض الرجال غيرة، وطلع لك الشيء السيء فيه، الرجل ترى فيه خير كثير، لا تقف مع أبوك يعني في مشاعر أبوك ضد هذا الرجل، لأن أبوك ترى غلطان يعني، وأنا قلت لك الصح وأبوك قال لك الصح، والأيام حتثبت لك. أنا انزعجت من هذا الموضوع كله في أني ما أحب أهد شخصية أبوهم قدامهم. وضحت الصورة يا أم ماجد، وجزاك الله خير حقيقة على تفهمك، وإن شاء الله تسمعين الإجابة إن شاء الله. شكرا جزيلا، حياك إن شاء الله يا أختي، يا أهلا وسهلا. أبو وسن تفضل يا أبو وسن. الله يرضى عليك، حياك الله يا أبو وسن. من معي الشيخ؟ تفضل، الله يطول عمرك. حياك الله شيخ، كيف حالك؟ الله يحييك ويحفظك ويبارك فيك. والله أنا نحبك في الله يا شيخ. أحبك الله الذي أحببتنا من أجله. والله محبة صادقة الوجه الله. اللهم آمين، جزاك الله خير. والله عندي مداخلة قصيرة يا شيخ، تفضل، أحتاج نصيحتك فيها. في واحد من أبناء العمومة، نعم، الرجل يعني فيه خير وفيه صلاح، لكنه أكثر عنده ثلاثة أولاد مراهقين،
اكثر عليهم في النصح، وكل جمعه ياخذهم زياره المقابر والموت والهلاك وجهنم، الى درجه ان عيالهم فروا منه. فنحتاج منك نصيحه يا شيخ. تمون عليها انت؟ امون عليه بس ما يقبل مني. طيب اذا كلمته شو يكون رده؟ يقول انا بخص فيهم وانا بوعيهم من الحين وببنيهم على طريقه. الطريقه الصح ما هو كذا، يعني تخيل كل جمعه يا شيخ وديهم مقبره. ابشر بالخير ان شاء الله. ابشر، تسلم يا ابو. والله نصيحتك احنا نثق فيك يا شيخ. ابشر، الله يجزاك خير. هذا المقطع نقتصه ونرسله له ان شاء الله. ابشر ان شاء الله يا ابو وسن، ان شاء الله ابشر بالخير. انا اكمل بس موضوع اختنا ام فيصل. فدور الأبناء ينبغي أن يكون احتواء الوالدين حتى لو وقعت مشكلة بينهما. دوركم الآن كيف تصنعون التوفيق، سواء أبوكم تزوج ولا أبوكم ما تزوج، يعني أبوكم شق طريق الزواج. وأتمنى حتى من الأم تهدئة الحرب، يعني تهدئة الحرب، والزوج كذلك تهدئة الحرب قدر ما يستطيعون، ولا يجعلون الفواصل هذه وصناعة هذه الأزمات، لأن هذه سوف تسبب عقوق وانقلابات. ونصيحة الأخرى أن بعض الخلافات هذه مع الأيام سوف تظهر بطريقة مختلفة جدا، وتظهر بعض الحقائق سواء على الأم سواء على الأب. يكبرون الأبناء فتتغير عندهم أشياء وأشياء. وأوصيك يا أختي الكريمة لأنك المتصلة بالدعاء، أن الله قلوبهم بيد الله، قلوبهم بيد الله، ادعي الله أن الله يصلحهم وأن الله يهديهم وأن الله يقودهم إلى الخير وإلى الصلاح والتقوى. وإن كان في أبوهم خير أن الله يرجعك إليه وتعودون سالمين غانمين بإذن الله عز وجل.